فعلا هاني، دائما كانت الإمارات واحدة من أكثر الدول دعما ومد يد للعون لكل الدول المحتاجة، فهي لا تبخل بتوفير العلاج والطعام والتعليم وكل ما يلزم لأشقائها والأيادي الإماراتية اللي تقدم المساعدة لمن يحتاجها في كل مكان كثيرة، ومنها هيئة آل مكتوم الخيرية. ومعانا اليوم الأمين العام للهيئة محمد عبيد بن غنام. يسعد لي صباحك وينعاد عليك يا رب بالصحة والسعادة. خير والعافية، حياك الله. في البداية أستاذ محمد، نبارك لك بمناسبة اليوم الوطني، نبارك لك ونضيفك كمان. الله يبارك فيكم، سلمتوا، الله يسعد. إيش حابب تقول؟ والله الحمد لله، يعني في هذا اليوم الغالي علينا كلنا، نقدم التحية لسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وأخيه سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، وكذلك نقدم التحية للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وأقدم التحية للشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة المكتوم الخيرية، وكذلك أقدم التحية لحكام الإمارات وأولياء العهود. نعم. في هذا اليوم الطيب. نعم. تحياتنا للجميع. أستاذ محمد، يعني الإمارات من تأسيسها وهي تهتم بالتعليم وتهتم بيد مد العون للآخرين، لو نتكلم عن الهيئة اللي حضرتك أمينها العام بما يخص ما تقدمونه من مساعدات وأيادي بيضاء يعني خارج دولة الإمارات، وأيضا مسألة التعليم تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ حمدان بن راشد راعي هيئة المكتوم الخيرية. نعم. هو الذي أوعز وأمر أن نبتدي بهذه المدارس في أفريقيا. نعم. وهذه المدارس بنيت في أقل الشعوب الأفريقية تعليما، واختيارها تم على أساس يكونون ما بين هذه الدول. هذا الأمر اللي جانا من الشيخ حمدان ببناء المدارس، اليوم وصلنا 40 مدرسة ما شاء الله من هيئة المكتوم، وست مدارس بناهن الشيخ محمد بن عبيد المكتوم. هذه المدارس كلها تدار وتنفق عليها من قبل هيئة المكتوم الخيرية. نعم. وصلنا إلى 22 دولة في أفريقيا، وهي الأقل حظاً في نسب التعليم، وحاولنا أن نوزعها على جميع الدول الأفريقية. ممتاز. أستاذ محمد، إحنا في عندنا تقرير صحيح نشوفه ونعطي المشاهدين أيضاً فكرة عن عملكم الكبير. صح، لكم دور فيه كبير صراحة. من كينيا. نعم، نشوف التقرير. يلا. أقول للفتيات أن عليهن التعلم، لأن التعليم هو الحياة ومن دونه لا حياة. معادلة تختصر قصة جوزيفين، الفتاة ذات 13 ربيعاً المنحدرة من قبائل المساي، والتي هربت من زواج مدبر لتكتب لنفسها مصيراً مختلفاً في مدينة كاجادو. عندما تقدمت بامتحانات حصلت على علامات جيدة، ولكن أبي رفض السماح لي بدخول الثانوية وأراد تزويجي، ولكنني رفضت وجئت إلى عمي في كاجيادو، حيث التقينا بمديرة مدرسة هيئة المكتوم الخيرية وأخبرناها بقصتي، فوافقت على مساعدتي لإكمال تعليمي. حلمي أن أصبح طبيبة، لأن المستشفى الذي كان في منطقتنا أغلق بسبب نقص الأطباء. النساء هنا لسنا متعلمات، والرجال المتعلمون يعملون كأساتذة، ولذلك تم إغلاق المستشفى وبات علينا أن نذهب إلى مناطق بعيدة جداً للعثور على الأطباء. بصمة
قصة جوزفين مماثلة لقصص العشرات من الفتيات اللواتي تحتضنهن هيئة المكتوم الخيرية في هذه المدرسة في مدينة كاجالو، وتتكفل بتعليمهن وتهيئتهن لمواجهة الحياة. شعار المدرسة: التعليم نور، أما الرؤية فهي توفير تعليم مستدام للفتيات المسلمات وغير المسلمات أيضا وتمكينهن. Education, first of all, they say it's the key to success. التعليم هو مفتاح النجاح، والعالم يتغير ويتقدم، لذلك تم تأسيس المدرسة عام 2003، وهدفها الرئيس هو مساعدة الفتيات من الأسر المتواضعة على التعلم والمعرفة وامتلاك المهارات، ثم مساعدة مجتمعهن. ومعظم الفتيات اللواتي تعلمن هنا أصبحن طبيبات ومحاسبات ومدرسات لخدمة المجتمع، وهذا يظهر أن عملنا يؤدي بالفعل إلى تمكين الفتيات. Africa has got a lot of challenges. أفريقيا تواجه الكثير من التحديات، ولو خيرت الناس بين الطعام أو التعليم لاختاروا الطعام من أجل البقاء، ولذلك فإن هذا المشروع يعد واحداً من أهم المشاريع هنا. إلى جانب التعليم، توفر الهيئة المساعدة لسكان المدينة من خلال مشاريع توزيع الطعام والمؤونة على المحتاجين وتوفير آبار مياه الشرب النظيفة، إلى جانب فتح عدد من العيادات الطبية. مشاريع هيئة المكتوم الخيرية هنا لا تتوقف عند هذه الحدود، فالحلم هو فتح المزيد من المدارس والمعاهد التدريبية والعيادات، ما يعني حكماً منح كل فتاة مثل جوزفين ورفيقاتها الفرصة لمواجهة الحياة بابتسامة وكتابة قصص نجاح أياً تكن الظروف. الله يعطيك ألف عافية علي، وحلوة. خلينا كمان يعني فعلا تقرير قد إيش يعطي أمل لأي أحد قاعد يشوف ونفسه يتعلم، وما شاء الله يعني خلينا نقول مشاريع كثيرة بتقوم فيها هيئة المكتوم الخيرية، وزي ما شفنا كينيا أكيد بتختاروا بلدان ثانية. على أي أساس تختاروا هذه البلدان؟ نختار البلدان على أقلها تعليم وضعف، نعم، في الإمكانيات للدراسات. أيضا سيد محمد، لو نتكلم عن المشاريع اللي تركزون عليها غير الدراسة إضافة إلى المدارس، هل هناك مشاريع أو حتى مستقبليا ممكن تقومون فيها؟ والله نحن مكرسين على التعليم، نعم، وكذلك عندنا مراكز ثقافية في أوروبا، مثلا عندنا في أيرلندا المركز الثقافي الإسلامي، وهو جزء من هيئة المكتوم، وفتحنا مركز إسلامي في في هولندا، في روتردام في هولندا، وكذلك من وعندنا كلية الدراسات العربية والإسلامية في اسكتلند. ما شاء الله. في جانب عملنا هني داخل الدولة نتعامل مع جمعية بيت الخير لمساعدة للجميع الأسر الأقل مدخول. وكذلك عندنا في في الإمارات مركز لرعاية ذوي الهمم. ذوي الهمم، نعم. والله مجهود جدا كبير من الهيئة أستاذ محمد، ويعني بختام لقائنا ودنا ناخذ عندك كلمة أخيرة لو حاب. والله أنا أشكر MBC على إتاحة الفرصة. لا شكر في هذا الوقت، وأتمنى أن نلتقي أكثر وأكثر في هذا المجال بإذن الله. وقدم الشكر للشيخ حمدان بن راشد راعي هيئة المكتوم الخيرية. لو تلاحظ أن الشيخ حمدان الوحيد في هذا العالم اللي يعني عنده مدارس خارج الدولة، وينفق عليها من جيبه أو من دخله حساب الخاص، عرفني، والتي وصلت إلى 22 دولة إلى 40 مدرسة. الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية، ويجعل كده دائماكم يدكم بيضة ووجوهكم بيضة دائما. الله يسعدك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا للسيد محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة المكتوم الخيرية.